معانا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ غسان ريفي، رئيس تحرير جريده السفير الشمال. مساء الخير استاذ غسان. مساء النور، معايا في الاستوديو، برحب بيك انا وزميلي الاستاذ احمد العربي، فاهلا وسهلا بك في برنامجنا الشارع المصري. والسؤال اللي احنا هو سؤال الساعه، هل سترد ايران اصلا ام ان القصه عباره عن يعني احاسيس سلبيه على وسائل اعلاميه؟ اظن بان الرد حتمي، لا تستطيع ايران الا ان ترد، ولا يستطيع محور المقاومه الا ان يرد، لان يعني ما حصل قبل ايام مس في سياده الامن القومي الإيراني، ومس بالسيادة الإيرانية، ومس بالشرف الإيراني باغتيال ضيف إيران الذي كان يشارك في تنصيب رئيس الجمهورية الجديد. يعني لا يمكن لإيران إلا أن ترد، وإلا إيران سوف تخسر كثيرا وستخسر أمام شعبها. وأعتقد أن إيران هناك نظام جديد اليوم مع وصول الرئيس مسعود بزشكيان، وبالتالي لابد من هذا الرد، وأعتقد أن الرد سيكون قويا، لأن المرشد العام السيد علي خامنئي هو من كتب وأصدر بيانات لأننا سنرد على إسرائيل بالنار. نعم. وهو الذي تحدث عن المسي بالشرف. طيب استاذ غسان، يمكن تمام الكل يتوقع، وزي ما حضرتك تفضلت مشكورا في البدايه وقلت ان الرد حتمي ولا بد ان يكون موجود رد حتمي من ايران وايضا من محور المقاومه كما تم الاعلان، ولكن اذا كان الرد حتميا فماذا عن طبيعه الرد برايك؟ يعني هلا اي رد لا يؤلم إسرائيل ولا يكون ردا فعليا يضرب ويكون متناسب مع الفعل الذي حصل هو لزوم ما لا يلزم. فإما أن يكون الرد قويا يعني بشكل كبير، يعني لا يشبه رد 13 نيسان الفائت، هو يجب أن يكون يعني كما قلت الحدث جلل والاختراق كبير والاستهداف يعني خطير جدا جدا بالنسبة لدولة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب أن يكون ردة الفعل متناسبة تماما مع الفعل. هل يكون هذا الرد يستهدف مسؤولا إسرائيليا؟ هل يستهدف تل أبيب؟ هل يستهدف منشآت حيوية؟ هذا الأمر يعود إلى إيران هي التي طبعا ستقرر، ولا أحد منا يعلم كيف يمكن أن يكون هذا الرد. ولكن أنا أقول بأن أي رد أقل من ذلك فهو يعني أن لا ترد إيران يكون أفضل. يعني حضرتك تتوقع أن إيران تستهدف بنيامين نتنياهو شخصيا وتغتاله؟ يعني الآن هذا سؤال له تشعبات كبيرة. إذا كانت اليوم يعني خصوصا أن الحل في هذه المنطقة بات الجميع على قناعة بأنه لن يكون طالما أن نتنياهو موجود، لأن نتنياهو وفي الكونغرس الأمريكي وأمام المشهد المقزز وقوفا وتصفيقا له أصابته النشوة وشعر نفسه بأنه على أيام قليلة من طوفان الأقصى عندما كان الدعم الدولي كله متوفر له، فانقلب على الأمريكي نفسه وانقلب على التفاوض حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، ورسم خريطة الطريق لفلسطين المقبلة بأن يكون لديه عدة عملاء لإدارة الحكم، وهذا الأمر طبعا لا يمكن أن يسري في المنطقة ولدى محور المقاومة.
يعني أنا أرى اليوم بأن أمريكا على مفترق طرق. يعني اليوم أمريكا تريد أن تحافظ على الكيان، ونتنياهو بجنونه يدفع هذا الكيان إلى الهاوية. اليوم إسرائيل كلها تنام بالفي الملاجئ، وطبعا نتنياهو هو من ورث الكيان الغاصب بهذه الورطة الكبرى. فهل تضحي أمريكا بنتنياهو لتحافظ على الكيان؟ هذا سؤال كبير جدا. أعتقد بأن يعني هناك همس في الولايات المتحدة بأنه لا حل مع وجود نتنياهو. طيب أستاذ غسان، إذا كان كما تقول حضرتك، وأنا يعني أميل إلى وجهة النظر اللي حضرتك بتقولها، أنه لا حل إلا برحيل نتنياهو عن المشهد وإبعاد نتنياهو عن المشهد، لماذا نتابع جميعا إعلانات وزير الدفاع الأمريكي، توجيه حاملة طائرات وسرب من طائرات F-22، تحرك أمريكي كبير جدا جدا، وزيارة لدول خارجية وأيضا الأردن وإسرائيل لتعزيز التعاون الأمني، وكأنهم متأكدين من وجود رد فيريدون توفير الدعم للكيان المحتل، ونتنياهو ما زال موجود. لا تستطيع أمريكا اليوم إلا أن تفعل ذلك. أمريكا اليوم لديها انتخابات، وهي أصلا يعني جو بايدن والحزب الديمقراطي خاض هذه الانتخابات على دماء الفلسطينيين. فعندما كان العالم كله وأمريكا في مقدمته إلى جانب الكيان الغاصب، ذهب إلى أبعد الحدود في دعم إسرائيل، وعطل قرار وقف أطلاق النار في مجلس الأمن مرات عدة. وعندما شعر بأن العالم بدأ يتعاطف إنسانيا مع غزة، بدأ جو بايدن يتحدث عن المساعدات الإنسانية وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية. نعم. عندما انقلب العالم على نتنياهو وعلى إسرائيل، بدأ جو بايدن يروج لورقة الحل وورقة التفاوض مع حماس لوقف أطلاق النار وتبادل الأسرى. اليوم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يسعيان إلى خطب ودء اللوبي الصهيوني، لذلك هما اليوم لا يستطيعان إلا أن يقوما بما يقومان به. ولكن هل من مصلحة أمريكا أن يستدرجها نتنياهو إلى حرب شاملة في المنطقة تضرب مصالحها وتضرب قواعدها العسكرية وتفتح عليها جبهات من 6 دول موجودة في هذه المنطقة؟ أظن هذا الأمر مستحيل. هل هي 6 دول فعلا يا أستاذ غسان؟ نعم، اليوم اليمن حاضرة للرد. نعم. العراق حاضرة للرد. نعم. ولبنان حاضر للرد. نعم. وإيران حاضرة للرد. نعم. وفلسطين أيضا ستشعر لمقتل إسماعيل هنية، لا نستهين في حركة حماس وما تحضره. نعم. حركة حماس. وأعتقد إذا ذهبت المنطقة إلى حرب فسيكون هناك مفاجآت ستظهر أيضا من سوريا. نعم، سوريا. وهنا تحديدا السؤال الذي يريد أن أسأله، عشان كده يعني أنا طلبت حضرتك أو كنت بعد وراء حضرتك، بس للأسف الكاميرا ما كانتش جايباني. هل طبعا حضرتك تعرف والمشاهدين يعرفوا أنه لا يوجد حدود قريبة ما بين إيران وإسرائيل، ولكن زي ما حضرتك ذكرت موجود أو إيران لها تواجد عسكري وأمني ومعلوماتي في كلا من سوريا وكلا من لبنان. هل نحن أمام خروج قوات سورية لتحرير الجولان مثلا؟ يعني هذا كمان أيضا هذا سؤال كبير جدا. أعتقد بأن رد إيران بالواسطة لا يمكن أن يكون في هذه الحالة. إيران سترد من إيران، أما سائر الجبهات فلكل جبهة حرية التعاطي مع الفعل الذي حصل معها
وما رد الفعل الذي سيكون. هلا اليوم يمكن ان تكون هناك ان يكون هناك تنسيق فيكون الرد مزلزل من الجبهات الخمس اذا استثنينا سوريا، وبالتالي يعني فتمطر اسرائيل بالصواريخ والمسيرات، وعندها كما يقال يتفرق الدم بين القبائل، ولا تستطيع اسرائيل ان ترد على خمس دول في طيب يعني استاذ غسان يعني نتنياهو قام بتقديم خدمه ولا اروع لمحور المقاومه. يعني نتنياهو والعدو المحتل اعتدى على تقريبا كل نقاط محور المقاومه، عندما يكون هناك ضرب في العراق للحشد الشعبي، وعندما يكون هناك ضرب في سوريا، وعندما يكون هناك عمليه اغتيال هي الاكبر من نوعها سوف يوثقها التاريخ في طهران، وعندما يكون هناك اغتيال لقائد كبير في حزب الله، الا توحد كل هذه الاعمال محور المقاومه ليكون التصرف تصرف جمعي وليس تصرف فردي وانتقاما فرديا من العدو المحتل؟ هذا ما أقوله لك وهذا ما قلته فعلا. يعني هناك سيناريوهين لهذا الأمر، إما أن يكون الرد كل على حدة، كل جبهة على حدة، أو أن يكون الرد منسقا في وقت واحد. وهذا الأمر يعني نتنياهو لم يقدم خدمة لهذا المحور بقدر ما أن نتنياهو المأزوم والمهزوم في غزة بعدم تحقيق أهداف الحرب، والمأزوم داخليا بمقفلة قطع الرأس وتحميله مسؤولية أكبر الإخفاقات العسكرية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هو لا يتوانى اليوم عن أخذ المنطقة إلى حرب لكي يضمن بقاءه في الحكم وليمنع عنه هذا الكأس المر. لذلك أنا قلت لحضرتك بأن أمريكا بدأت تدرك بأن نتنياهو يقود هذا الكيان إلى الهاوية، ولذلك بات لابد من التضحية بنتنياهو للحفاظ على هذا الكيان. وأعود وأكرر، اليوم محور المقاومة يعيش حياة طبيعية، والناس في الشوارع والأمور تسير بشكل جدا طبيعي، بينما إسرائيل تنام في الملاجئ، ومن لم ينم في الملاجئ يذهب إلى الأماكن المحصنة، بينما تعمل الحكومة وتجهد لتفريغ الأماكن ولإخلاء بعض المؤسسات. ولكن محور المقاومة وجدنا كيف أن يافا التي أطلقت من اليمن واستمرت 9 ساعات في الجو ووصلت إلى هدفها، ورأينا كيف أن الهدهد 1 و2 و3 كيف ذهب وصال وجال في الأراضي الفلسطينية وعاد بالنبأ اليقين إلى المقاومة في لبنان. وأنا أعتقد بأن كل ما صوره الهدهد هو تحت مرمى نيران المقاومة، لأن عندما تصعد الطائرة المسيرة لتصور يمكن أن تستبدل بطائرة انقضاضية أو بمسيرة انقضاضية تستطيع أن تصيب الهدف. أمريكا تدرك ذلك، والداخل الإسرائيلي والمعارضة أيضا يدركان ذلك. من أجل هذا أنا أرى بأن هناك محاولة لنصب اليد مما اقترفه نتنياهو. عندما نسمع بأن عدد من أعضاء المجلس الحربي المصغر يقول لم يكن لنا أي علم أو دراية بهذه الاغتيالات، وعندما تقول المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بأن نتنياهو لا يستطيع خوض حرب مع لبنان من دون أخذ موافقة المجلس الحربي المصغر، وعندما يقول بلينكين بأنه لم نكن على علم، وجاء الاتصال العاطف الأخير بين جو بايدن ونتنياهو الذي أنبه فيه بشكل شديد وأبلغه بحسب وسائل إعلام أمريكية بأنك لا تستطيع أن تعتمد علينا في كل ما تقترفه يداك. نعم سيد غسان، أفهم من كده أنك تتوقع أنه مثلا هيتم عقاب نتنياهو داخليا في إسرائيل، وهذا قد يؤخر الرد الإيراني؟ لا، الآن أعتقد بأن الرد سيحصل،
وهنا أمريكا أيضا لديها 3 سيناريوهات. الأول أن يستدرجها نتنياهو إلى حرب مفتوحة، وعندها ستدفع هي أيضا الثمن لأنها ستخوض حربا قد نعلم كيف تبدأ ولا نعلم ما هي امتداداتها ولا نعرف ما هي تداعياتها ولا نعرف كيف ستنتهي. نعم سيد غسان، سيد غسان دعني أتأكد من معلومة هنا. عندما تقول سيادتك حربا مفتوحة، فأنت بهذا تعني حربا إسرائيلية أمريكية على 6 دول عربية، هل أنا فهمت حضرتك بشكل صحيح؟ نعم، حرب إقليمية، وأعتقد بأن هذه الحرب لن تبقى في هذه الدول، سيكون لها امتدادات. أنا يعني اليوم هذه الدول لديها امتدادات دولية وعالمية، والكل سيدافع عن هذه الدول. نعم. يعني هل حضرتك تعتقد أن 6 دول العربية، 5 دول عربية زائد إيران، قادرة على دخول حرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر قوة عسكرية على وجه الأرض؟ أنا لا أتحدث عن جيوش هذه الدول، أنا أتحدث عن مقاومة في هذه الدول. وأعتقد اليوم بأن أمريكا خاضت بقبضها وقضيضها الحرب إلى جانب إسرائيل في غزة. نعم. ومنيت بالفشل إسرائيل ومن ورائها أمريكا. صحيح. وبالتالي أي حرب ستخوضها أمريكا إلى جانب ضد المقاومة وحركات المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، سنذهب إلى ما يشبه فيتنام أو تنزل يعني، ولا يمكن اليوم كسر إرادة المقاومة في هذه المنطقة. طيب أستاذ غساني، يمكن هناك أنباء ومعلومات يتم تداولها الآن عن تحركات عسكرية كبيرة في العاصمة طهران، وبالتوازي مع هذه التحركات العسكرية الكبيرة التي ترصدها وتتحدث عنها وسائل الإعلام، وفي القلب منها وسائل الإعلام الإيرانية، إسرائيل أيضا تجهز مخبأ لنتنياهو وكبار القادة للتحصن من الهجوم الإيراني. ماذا لو توقفنا عند هذين التصريحين؟ هل لا يتعديان كونهما بمثابة الحرب النفسية والإعلامية، أم أنه واقع ربما نشهده خلال الساعات القادمة؟ من المؤكد بأن إسرائيل وجدت يعني أوجدت مخبأ لنتنياهو وقادة الحرب، حتى أن نتنياهو منذ أيام يخوض يعني يعقد الاجتماعات في أماكن محصنة جدا خوفا من هذه الردود. وطبعا يعني التحركات العسكرية الإيرانية هي أمر طبيعي جدا، لأن إيران سترد حتما على إسرائيل. نعم. وسيكون هذا الرد وشيكا. ربما حركات المقاومة تدرس إمكانية هذا الرد لأنها لا تتعاطى بردات فعل متسرعة. وقد قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في الخطاب الأخير في تشييع القائد الجهادي فؤاد شكر، لأننا سنفتش عن الفرصة الحقيقية بهذا الرد، وسنرد بكل جرأة وكل شجاعة وكل تعقل. نعم. يعني هذا الأمر. نعم. أيضا يعني أنا لو أردت أن أكمل السيناريوهين الآخرين لأمريكا، تفضل يا فندم. يعني أن يرد المحور على إسرائيل، وأن تجبر أمريكا نتنياهو بأنك أنت من أوصلت إسرائيل إلى هذا الدرك من الردود، وبالتالي عليك أن تستوعب هذه الضربة وأن تعود إلى ملف التفاوض لإنهاء هذه الحرب، لأن لا مصلحة لأمريكا أن تخوض انتخاباتها الرئاسية في ظل اشتعال منطقات الشرق الأوسط. الأمر الآخر الذي قلته وهو أن تقتنع أمريكا بشكل نهائي بأن الحفاظ على الكيان الإسرائيلي الذي تريده وتعمل لكي يكون دولة طبيعية في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم بوجود نتنياهو، خصوصا أنه إذا انتهت الحرب ووضعت هذه الحرب أوزارها
ودخلت أمريكا في دعوة بعض الدول المستعدة للتطبيق لكي تطبع مع الكيان الغاصب. هل تستطيع هذه الدول أن تطبع مع نتنياهو الغارق إلى أذنيه في دماء الفلسطينيين؟ نعم. فإذا لابد من التضحية بنتنياهو للحفاظ على هذا الكيان. نعم. الصفد اليوم وزير خارجية الأردن زار طهران وأكد للصحفيين بشكل واضح أنه لم يأتي لوساطة ما بين طهران وإسرائيل، وإنما جاء في هذه اللحظة لكي يوضح الموقف الأردني لإيران، وكما قال لفظا بصراحة وشفافية، وتحدث معهم حوالين التصعيد الذي تشهده المنطقة. في رأي حضرتك ماذا قال الصفدي للإيرانيين اليوم؟ من الطبيعي اليوم في لبنان العديد من الوفود الدبلوماسية التي تأتي وتلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن الطبيعي اليوم هناك اتصالات تجري مع كل محور المقاومة ليكون الرد يعني ليس عنيفا بالشكل الذي قد يؤدي إلى حرب. لذلك يعني هلا فليقل الصفدي ما يعني ما لديه، هو حر يقول ما لديه، ولكن لا اظن بان الصفدي لم ياتي بوساطه مع ايران لكي يثنيها عن او لكي تقوم بضربه معقوله بالعدو الاسرائيلي. يعني ما يقوم به الصفدي في ايران هو جزء مما تقوم به الدبلوماسية العالمية اليوم مع لبنان ومع كل محور المقاومة من أجل أن يكون هذا الرد يعني لا يذهب بعيدا، وأن يعني لكي يتم استيعابه من قبل العدو الإسرائيلي. طيب أستاذ غسان، يمكن هناك حديث أن الجيش الإسرائيلي ربما جيش الاحتلال يتصدى لعدة صواريخ من المقاومة، الصواريخ قيل أنها كانت متوجهة إلى أسدود، وأيضا الإعلام العبري يؤكد قائلا أن أسدود وبلدية أسدود تحديدا بدأت فتح الملاجئ العامة أمام المواطنين في الداخل الإسرائيلي من أجل اللجوء إلى تلك الملاجئ. هل نحن بالفعل اقتربت ساعة الرد أو اقتربت دقائق الرد في هذه الآونة؟ منذ بداية اللقاء أنا قلت لك بأن إسرائيل كلها تنام في الملاجئ، ويعني سمعت قبل أن أبدأ زميلك الأستاذ أحمد يمكن وهو يقول عن الدول العربية وعن دور الدول العربية، يعني كذلك الأمر. أعتقد بأن بدل أن تأتي بعض مفادين الدول العربية إلى إيران لتثنيها أو إلى لبنان لتثني المقاومة عن القيام بهذا الرد، على هذه الدول أن تتحمل مسؤوليتها تجاه فلسطين وتجاه صحيح. الدول العربية التي اعتدت عليها إسرائيل. يعني أنا أستغرب كيف يقول البعض بأن الرد قد يؤدي إلى حرب. أليست حربا أن تقوم إسرائيل باغتيال ضيف إيران في عقر دارها؟ صحيح. أليست حربا أن تعتدي إسرائيل على العاصمة بيروت وضاحيتها وتستهدف نفنا سكنيا وتقتل 7 مدنيين بينهم سيدتان وثلاثة أطفال لم يبلغ أكبرهم 13 عاما؟ أين هي الحرب؟ من يفتح الحرب؟ اليوم يجب على محور المقاومة أن يرد لكي يفعل توازن الرعب من جديد، ولكي يفعل قوة الردع، ولكي يؤكد بأن إسرائيل ليس كما تشاء تستطيع أن تعتدي على الدول العربية وأن تسكت هذه الدول أو تصمت أو تعد على جرحها. إذن نشكر حضرتك جدا جدا أستاذ غسان ريفي رئيس تحرير جريدة سفير الشمال على هذه المداخلة العظيمة. شكرا يا أستاذ غسان على هذه المداخلة، كانت مداخلة مهمة جدا وكانت فيها
إجابات لأسئلة كثيرة جدا وتساؤلات كثيرة جدا ربما يسألها عدد كبير جدا من الناس.